اللي جايه اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا شغال لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي عليه. هيرد عليا؟ يرد. ادوس في نومه كده. هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انت لو مقلقة في حاجة ناحية خطيبك ولا جوزك بس مش عارفة تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقة؟ يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهية، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمة انت طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وبيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي، هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي الحوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول البرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كب كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقرى. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتاتك عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل اقابلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي لبسه؟ وعدله الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم طاعون نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا ست نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجاله كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي؟ خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟
انت ابو نجوان؟ ايوه ابو السيف. ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح حجير. جاتك داهيه فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله. اصل ماما تعبان. انا مش قلت لك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. هتودينا في 60 داهيه يا بنت الكلب. كفايه. هتودينا في 60 داهيه. انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا. المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمه تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبه ممكنه، من 7 لـ10 سنين. من 7 لـ10؟ مفيش من 3 لـ6؟ سلامتك يا ام حسن. ددد بالعين ومن حسد. سلامتك يا ابو حسن. ددد بتمشي من حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيتك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله، انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله، ده قرار العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده، وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم. وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم. اديني قلبك، خدي قلبي. اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا ولية؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما اشوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك ما تجيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشويه السكان معفنين. انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك. انت عامله ايه بتعليهم يا ولية يا خاينه؟ اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اوعى بره. اوعى وتحرمي عليا زي ام واخت وبنتي. لا 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 راجل، معلش انا وقفت. معلش انا وقفت. تعالي معايا، معلش تعالي معايا. لو كان يستهلك والنبي لجوزك ستيده. معلش يا حبيبتي، مش انا وقفت. يا حبيبتي مش هتلينا مسوق. لا يا بنتي، ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي، وحشتني قوي يا بابي. اللي وحشتيني، ما انت زي الفل وزي القمر اهو، ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى، ايام الشركه بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكثر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسمية ده مشروع؟ يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟